نشرة الأخبار. مشاهدينا مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبار السابعة صباحا من الإذاعة الوطنية من تونس، وهذه عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أن الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه. الارتفاع المشط للأسعار بوجه عام ولحوم الدواجن بشكل غير مسبوق أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير التجارة وتنمية الصادرات. صدور القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. واليوم الأربعاء مفتتح شهر ربيع الأول لعام 1446 هجري، والمولد النبوي الشريف يوم الأحد 15 من سبتمبر. مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبارك يومكم. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق. تناول الوضع العام الأمني بالبلاد في ظل تضافر قرائن تشير إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية. وأكد رئيس الدولة أن الانتخابات شأن داخلي لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وأن التونسيين واعون بهذه الأوضاع واختاروا تطهير بلادهم وشق طريق جديدة في التاريخ والسيادة فيها للشعب وحده. وتناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه ظهر أمس بقصر قرطاج سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات. تناول جملة من المحاور من بينها على وجه الخصوص الارتفاع المشط للأسعار بوجه عام ولحوم الدواجن التي ارتفع ثمنها بشكل غير مسبوق، فضلا عن أنها صارت تعرض للبيع خارج المسالك المعهودة، إلى جانب اللحوم الحمراء والخضر والغلال وغيرها من المواد. وأشار إلى أن بعض المواد تظهر بكميات وافرة في بعض الجهات بصفة مفاجئة ثم تختفي بسرعة في جهات أخرى كمادتي السكر والقهوة وغيرهما. وذكر رئيس الجمهورية بأن الدولة من حقها تسعير عديد المواد، ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربين والمحتكرين وأصحاب ما يعرف بمسالك التوزيع التي فتحت مسالك أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة، وخاصة في هذه الفترة بالذات. كما أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب، خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج. يشارك رئيس الحكومة كمال المدوري بداية من اليوم في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي الذي ينعقد بالعاصمة الصينية بكين ويتواصل إلى غاية 6 سبتمبر الحالي. ويمثل المنتدى إطارا للحوار والتعاون بين بلدان الجنوب بهدف توطيد الحوار السياسي والشراكة والعلاقات الاقتصادية بين الصين وإفريقيا. وعلى هامش أشغال القمة تحدث رئيس الحكومة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل المعوقات أمام تنمية المبادلات التجارية وتطوير الاستثمار بين البلدين. كما أكد الجانبان ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمزيد تيسير حركة تنقل الأشخاص وتدفق البضائع في الاتجاهين عبر معبر سجدير. كما التقى رئيس الحكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مؤكدا ضرورة تفعيل أطر التعاون الثنائي وآلياته في مختلف المجالات. صدرت أمس في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وتضمنت القائمة كلا من العياشي بن عبد الحميد زمال وزهير بن محمد الصالح المخزاوي وقيس بن المنصف سعيد.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفادت في بلاغ أمسي بأنه ثبت لديها قطعا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص الطعون المقدمة إلى الجلسة العامة القضائية للمحكمة من طاعنين بخصوص ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين. كما أوضحت أن هذه الأحكام موقوفة بشرط التثبت من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات، مضيفة أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية. وشددت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس، شددت على أن الكلمة الأخيرة تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفتها الضامنة لنزاهة الانتخابات وتملك كامل الصلاحيات في المجال الانتخابي. سعيا لحسن سير تأمين السنة الدراسية والجامعية الجديدة، عدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برنامجا خصوصيا لمراقبة المطاعم والمحلات في الوسط المدرسي والجامعي. وبيّن المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي للإذاعة الوطنية أن عملية مراقبة المنتجات الغذائية تمر بسلسلة كاملة تشمل الاستقبال والتخزين والإعداد والتخزين ما بعد الإعداد والتأشير. ثم طريقتين في العمل، الطريقة تمشي مباشرة للمادة الحاضرة، وهذه الطريقة الحقيقة نوعا ما ديباسي، لأنه أنت باش تمشي تراقب فما بروسيسوس كامل، وهذايا اللي تلافاها القانون، لأنه القانون القديم نمشيه في زيارة فجائية تاخذ عينة وتحكم عليها، ولكن القانون الجديد اللي من خلاله تم إحداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اللي باش تمشي أنت تقيم وضعية معينة في مطعم او في اي محل يتعاطى المواد الغذائيه، بروسيسوس كامل الاستقبال من التخزين، هي من الاعداد من التاشير، هي من التخزين ما بعد الاعداد، هي من التوزيع، يعني هي تاخذ بعين الاعتبار اكل البرنامج نتاع المراقبه الذاتيه، انت كمباشر او كمزدي خدمات شنو عملت باش تحسن وباش تضمن هك النوعيه، هذه ما تنجم تكون كان من خلال هك ارسال برامج نتاع المراقبه الذاتيه، تحلل وحدك، تعمل عقود مع مختبرات إلى غير ذلك، تعملك الدلائل المثلى، تحترم الدلائل أو تحترم الممارسات الجيدة إلى غير ذلك. كما بيّن محمد الرابحي أن نظافة محيط المطاعم واستجابتها لشروط الصحة من العناصر الهامة في عملية التقييم. انت وقت اللي باش تمشي في اطار عمليه رقابيه، انت ماكش تقيم كان الاكله فقط من المحيط، معناها انت المطعم طبيعي انت وقت اللي المؤسسه هذه اللي تقدم اكلات، وقت اللي تبدا مجاوره لها عده نقاط سوداء ما تمثل خطر سواء كان في علاقه بالحشرات بالروائح الى غير ذلك، طبيعي باش معناها هذه داخله في الاطار، مرات تمشي المطعم جامعي او اي مطعم او اي محل مفتوح للعموم، معناها تقيم الوضعية الداخل وقت لا تبدأ الوضعية الداخل مريحة وهك الفضلات قريبة طبيعي جدا باش تأثر على مستوى التقييم. وأفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن الهيئة وضعت الرقم الأخضر 80106977 على ذمة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو أي مخالفات أو تشكيات. انطلق أمس الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقعي الوطني لعام 2024 الذي حدد مبلغه ب 700 مليون دينار قابل للترفيع ليتواصل إلى غاية 11 من سبتمبر الحالي. يذكر أن الاكتتاب في القسط الثاني مكن من تعبئة 1.4 مليار دينار، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206%. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الأربعاء الرابع من سبتمبر هو مفتتح شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم 12 من ربيع الأول 1446 هجريا،
وستتوافق هذا العام مع يوم الأحد 15 من سبتمبر ميلاديا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في اليوم 34 بعد 300 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تواصلت الغارات الإسرائيلية الهمجية المكثفة وأدت إلى استشهاد 16 فلسطينيا خلال ساعات الليلة الماضية، في حين بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورا للأسير الإسرائيلي أوري دانينو، أحد الأسرى الستة الذين عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم بمدينة رفح. وفي الضفة الغربية تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية ليوم الثامن تواليا، حيث فجر جيش الاحتلال منازل وأطلق النار بصفة عشوائية وسط مخيم جنين، وجرت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في طول كرم، كما قطع الاحتلال والتيار الكهربائي عن مناطق عدة داخل المدينة. يأتي ذلك في حين تستمر التحركات الإسرائيلية التي تهدف للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل تعيد من تبقى من الأسرى الإسرائيليين في القطاع إلى ذويهم. من جهتها قالت المقاومة في العراق أنها هاجمت بالطيران المسير ميناء حيفا بالأراضي المحتلة، وذلك نصرة لغزة وردا على مجازر الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين. وبسبب سياسته الدموية في قطاع غزة يتواصل التملص الدولي من إسرائيل، إذ أفادت وكالة رويترز أن صندوق الثروة السيادية النرويجي قد يسحب استثماراته العملاقة من إسرائيل بعد تبنيه تفسيرا جديدا لسياسة الأخلاقية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية، إليكم تذكيرا بأبرز عناوينه. رئيس الجمهورية يؤكد أن الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيها. الارتفاع المشت للأسعار بوجه عام ولحوم والدواجن بشكل غير مسبوق أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير التجارة وتنمية الصادرات. صدور القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. واليوم الأربعاء مفتتح شهر ربيع الأول من عام 1446 هجري، والمولد النبوي الشريف يوم الأحد 15 من سبتمبر. أترككم مع لحبيب أشغام ليواصل معكم المشوار حتى 9 صباحا مع كامل فقرات برنامج يوم سعيد. أجمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق المصاحب لكم هذا الصباح، دمتم في رعاية الله وحفظه. انت تونسي عندك بطاقة تعريف؟